بما اننا اتكلمنا عن التجارة والبضائع والسلع والمنتجات، في ناس كتير جدا 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 وفي ظل حالة الغلاء العالمي اللي موجود فيها كل الاسواق العالمية وكل البضائع وكل السلع، في ناس كتير جدا بتبقى مستنية مواسم الخصومات او مواسم التنزيلات اللي بتتسمى باللغة العامية كده في مصر الاوكازيون يعني، والتنزيلات والعروض ولا ما ذلك. الدولة كمان بتعمل، تعرفين الاوكازيون الصيفي الاوكازيون الشتوي، فهذه المرة نحن على اعتاب الاوكازيون الصيفي اللي الدولة وكل المرافق وكل المحال بما في ذلك القطاع الخاص مشترك في هذه المبادرة كمان، هتبدأ الاوكازيون الصيفي اعتقد يوم 7 يعني كمان 4 ايام، ودي فرصة مهمة جدا انه المواطن المصري خصوصا الطبقات المتوسطة وما تحت المتوسطة تجد المنتجات والسلع اللي هي عايزاها باسعار تقريبا اقل مما هو معروض في الاسواق. اعتبارا من يوم 7 أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي لهذا العام. وهنا يخطر على بال الكثيرين سؤال متعلق بكيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الصيفي لهذا العام. لتكن الإجابة من خلال مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت فإنه سيكون غير جيد، ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارية التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حق كافي سلع جيدة أو تخفيضات حقيقية. التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفي 2023 عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض. الحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها موضحا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات. تتضمن الفاتورة نوع السلعة تاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها واسترجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك. يكون المواطن حريصا على الحصول على حقه في شراء سلعة جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة. أن يكون المواطنون أكثر إيجابية ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية. تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية. تفقد أكثر من محل مشارك في الأوكازيون للحصول على أكبر نسبة في التخفيضات لدى المحلات المشاركة. وما يريد من المحلات التجارية المشاركة في هذا التخفيض عليه التوجه مسبقا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. من المتوقع أن يشارك في الأوكازيون الصيفي طوال فترة الموسم أكثر من 3500 محل. ووجه الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتيسير مشاركة المحلات التجارية في موسم التخفيضات في إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار مخفضة وأيضا العمل على تنشيط حركة المبيعات. كما سيتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة ومديريات التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من طرح منتجات جيدة وبالأسعار المعلن عنها. والمحلات التي تشارك في الأوكازيون لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة شريطة أن تكون حقيقية وغير وهمية. ومن يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، حيث أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقاً لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في الأوكازيون الصيفي.